ورجعنا لكم تاني، وعايزه النهارده اتكلم على مجموعه من طلبه كليه الصيدله الاكلينيكيه بجامعه القاهره. عملوا حمله تحت عنوان اسمها اشعال ذاتي. الحمله دي مفروض انها معموله مخصوص عشان تحارب كل انواع التدخين، وده من خلال برامج توعويه علشان نتكلم عن اضرار التدخين. والحقيقه ان هم ربطوا البرنامج بالواقع، وده من خلال فعاليات كانت بتقام بالتعاون مع مستشفى 57357، وايضا الفعاليات دي بتجوب الجامعه وبتجوب محافظات مصر المختلفه عشان نعرف معلومات اكتر عن اشعال ذاتي. اسمحوا لي اصبح على يمكن الطلاب اللي معايا هنا في الاستوديو. لينا حسن عدلي، برحب بيك يا لينا، وسلمى محمد ماهر. صباح الفل يا سلمى. في البدايه عايزه اعرف او تقولوا لي كده بمنتهى البساطه فكره مبادره اشعال ذاتي. اوكي، هي الفكره مبدئيا انه نسبه التدخين في مصر عاليه جدا. حتى دلوقتي، زمان كانوا البنات عيب يدخنوا والكلام ده، دلوقتي لا. في شيشه، في فيب، في كل انواع التدخين. الناس بيجوا عشان يبطلوا سجاير. هو الفيب او اللي هو اللي هي فيها الليكويد ده، اللي هو الجهاز اللي البخار ده، بيقولوا ان ده احسن من لا هو برضو. هو برضو يعني اولا هو فيه ليكويد او سائل. السائل ده بيزود كمان خطر الانفكشن، يعني اغلب انواع البكتيريا بتحب تعيش في الميه، صح؟ فده كمان بيزود وبيعلي خطر انه يحصل ميه على الرئه. فده مش بديل، مشاكل بعد كده في الفم او في فهو ده مش بديل لده. هو ولا واحد منهم اوبشن. ولا واحد منهم اوبشن. ولا واحد منهم اوبشن. الفكره جت لكم ازاي؟ احنا عندنا ماده اصلا في الكليه اسمها كوميونتي فارماسي، الصيدله التواصليه دي عملت لنا مشروع ان احنا نحمل حمله على التدخين. فاحنا فكرنا ازاي نربط الحاجات اللي احنا درسناها في الكليه بالموجود في الواقع، واخترنا الاسم عشان السجاير فعلا اول ما حد بيبتدي يدخن نفسه ساعه ما بيولع السجاير نفس الوقت بيولع في نفسه، فدي اضرارها كتير. فاحنا حاولنا ننزل نوعي الناس، نشوف اضرار التدخين ايه، ونحاول نوعي الناس ان نسبه الناس اللي بتدخن كتير والنسبه بقت تزيد. الناس بقت شباب ازاي؟ الحقيقه النسبه يعني عاليه جدا عكس بلاد كتير بره، لانه في قوانين بتحكم المدخنين اكتر من مصر. يعني مثلا ممنوع التدخين في المواصلات العامه، ممنوع التدخين دلوقتي في الاماكن المغلقه، ممنوع التدخين في الاسانسيرات، في اماكن مخصصه دلوقتي للمدخنين. فبدات الناس تتعامل على ان هم ايه، كان يعني انا همشي كل المسافه دي علشان اروح اشرب سجاره. فالمعوقات كتيره قوي بره مصر. هنا يعني في مصر بالمبادره اللي انتوا عاملينها هتفعلوا الموضوع ده ازاي؟ اوكي، هو احنا بنحاول ان احنا نوصل لكل طبقات الشعب. بنحاول ان احنا بنوزع زي فلايرز، بنحاول نتكلم بطريقه بسيطه، نحاول نوصل لكل الناس. بنكلم الناس في الشارع، في الاوتوبيسات، في المترو، بنحاول نوصل لكل الناس. حتى عندنا في الكليه مش بس بنكلم الطلبه، بنكلم افراد الامن، بنكلم محاضرين المعامل، لان نسبه التدخين طبعا عندهم عاليه جدا. عاملين زي تشيك ليست بالعربي وبالانجلش عشان تتابع فيها انت بطلت كام يوم، تبتدي تعمل زي تيك كده او اي حاجه تساعدك. يعني هي تعتبر مساعدات ذاتيه، ان 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 الشخص يعني انتوا بتساعدوه، بتدوا له مثلا تشيك ليست بدائل والبدائل، وهو المفروض يساعد نفسه الشخص المدخن يساعد. هو طبعا اهم حاجه هو لازم يكون عنده اراده، هو لازم يكون واخد القرار. احنا مهما قلنا ومهما عملنا توعيه، لو هو ما عندوش القرار عمرنا ما هنوصل لحاجه. بس فاهم حاجه. انا كنت عايزه اتكلم على نقطتين. النقطه الاولانيه اللي هي نسبه التدخين اكيد في الاطفال، لان انا احس ان في اطفال كتير يعني بقول عليهم اطفال حتى لو هم بيعتبروا نفسهم شباب، ولكن انا بالنسبه لي من سن 12 ده يعتبر لسه طفل يعني. وكمان اللي هما بيقولوا عليه السكند هاند سموكينج، او اللي هو التدخين اللي هو ممكن ما يبقى الاب مثلا قاعد وسط مراته وولاده، مراته ما بتشربش وطبعا ولاده ما بيشربوش، بس هو قاعد بيتفرج على التلفزيون، بيتفرج على الماتش وعمال بيشرب سجاير، هما حواليه، فبالتالي هما برضه يعتبروا بيشربوا سجاير. الكلام ده بيوصل للناس؟ يعني احنا بنحاول نوصله لاكتر عدد من الناس نقدر نوصل له.
هنا في حسيت ان هم في يعني ناس استجابت وفي ناس كانت عايزه تبطل بس ما كانتش عارفه، والناس كانت محتاجه البوش ان احنا نقول لها تقدروا تبطلوا، في ناس لا اللي هو مش قادره تبطل، مش قادره اقول له بابايا بيشرب وانا شايفه ان هو ما بيعملش حاجه غلط، خلاص ما فيش حاجه غلط. فالناس ماشيه على حسب، في ناس موافقه وفي ناس عايزه، في ناس لا مش راضيه خالص. كمان في فكره انه التدخين بالنسبه للشباب او بالنسبه للناس الصغيره موضه، وحاسين ان هم كنت لسه هقول موضه او شكلهم كول او راجل، انا كده راجل او البنت كده، انا كبيره ودمي محروق فانا عايزه بس اشرب سيجاره عشان اعرف اذاكر الماده دي عشان انتي ستريس بقى وكده. فبتتعاملوا ازاي برضو مع الناس دي؟ يعني احنا بنحاول نوعيهم، بنحاول نقول لهم لا انت عندك، انت عندك مخ ربنا الحمد لله ميزك، فانت تقدر تفكر، تقدر تعرف ان دي حاجه بتضرك من اول نفس بس، وبرده ما تاخدش حد قدوه ليك، خليك واعي كفايه، فكر يعني ابسط حاجه. في اسم اشعال ذاتي، الاسم اصلا جذاب يعني، فكره نقيته ازاي؟ احنا عندنا نفكر في كذا اسم الصراحه على بل ما نجيبه، كل شويه نقول طب ده هيجذب الناس، طب ده لا ده مش هيجذب الناس، ده هتفهم الناس مش هتجيبه. في الاخر فكرنا في اشعال ذاتي زي ما قلت في الاول، هو نفس الفكره، انت اول ما بتشرب اول نفس في سيجاره انت بتولع في نفسك مع اول نفس، فجت منها اشعال ذاتي، يعني بتولع نفسك بنفسك، ومش نفسك بس، انت بتولع في اللي حواليك كمان، في اللي حواليك كمان، اي حد قاعد جنبك وانت بتشرب برده بيتاذي منك برده نفس الحاجه. تفتكروا تاخد وقت قد ايه المبادره عبال ما فعلا تبتدي تبقى في وجدان الناس، او تحسوا انها اتفعلت، او ان المدخن يبقى حاسس ان هو عليه مسؤوليه انه مش بس بيأذي نفسه ولكن ايضا الناس اللي حواليه؟ هو انا اظن ان دي محتاجه وقت كتير جدا، لان احنا زي ما قلنا يعني نسبه التدخين في مصر عاليه، بس فعلا الناس اللي هم مثلا عندهم اسره ومش عارفه ايه فارق معاهم اللي حواليهم، دي بتكون حاجه كويسه جدا ان احنا نعمل ستريس عليها واحنا بنتكلم معاهم، لان هو فعلا مش بيبقى فارق مع نفسه. يعني في حالات كتيره كده انا عارفه انها بضر نفسي بس انا مش قادر ابطلها. لا، لما نقوله ان هي بتاذي ابنك الصغير، لما نقوله ان انت القدوه بتاعتهم، وهو لما يطلع يشرب سجاير انت مش هتقدر تزعق له، ولو زعقت له هيقول لك طب ما حضرتك بتشرب عادي. يعني الاجيال الجديده بتعرف ترد كويس قوي، هتقول لك انت قدوتي. لا، والاجيال الجديده دلوقتي بقينا لازم نتكلم معاهم بالمنطق، يعني بالمنطق، ولازم نقنعهم بالظبط. يعني اللي هو يعني ما بقاش زي زمان اللي هو عشان انا قلت كده. ايوه دي سبب مقنع خلينا ابطل. بالظبط كده. وهم لو حتى لو اقتنع وشاف بابا برده ما بطلش، برده مش هيبقى مبطل، مش هيبطل طبعا. اعتقد ان في ناس كتير جدا مدخنين فقدوا ناس قريبين منهم لمرض السرطان، هل تعتقدوا ان ده نسبه ان هم يبطلوا سجاير بتبقى اعلى من نسب ناس ثانيه؟ اكيد اي حد شايف حد قدامه مضرور بسبب نفس الموضوع هيتاثر، بس الفكره ان الاراده، يعني ناس كتير عارفين انها، كل الناس عارفه انها مضره. فلوسك، صحتك، كل حاجه. فلوسا هي كمان عماله بتغلى قوي كتير، عماله يعني بتغلى، واقتصاد البلاد كلها تقريبا في، يعني هي تجاره مربحه جداً. انت لو فكرت هتلاقي ان انت بتفيد كل الناس وبتفيد الاقتصاد وانت بتضر نفسك. بس كان في بعض الاقتراحات يمكن على شبكات التواصل الاجتماعي بتقول انه علوا نسبه السجاير قوي يا جماعه علشان حتى يعوضوا فرق الناس اصحاب المعاشات، فبالتالي الناس ممكن تبتدي تبطل سجاير. هل ممكن دي تبقى محاولات كويسه عشان تساعد المبادره بتاعتكم؟ ممكن، بس لو هو مصمم قوي ان هو يشرب وبتاع ده مش هتبقى فارقه معاه الفلوس، مش هتبقى فارقه معاه الفلوس. يعني هو في الاول بيبتدوا مثلا بيشربوا علبه كده يكملوا بعلبتين، هو كده بتاع سعر مرتين، بس هو عايز مش هتبقى فارقه معاه الفلوس الصراحه. كلميني اكتر يا سامه على التعاون ما بينكم وبين مستشفى 75357. احنا مستشفى 75357 معروفه ان هي بالسرطان، والسجاير بتسبب سرطانات كتيره غير سرطان الرئه، فاحنا حاولنا نعمل تعاون معاهم عشان نوعي الناس هناك، اللي هو لو حد ابنه في مستشفى 57 وعنده سرطان وهو بيتدخن لازم يبقى عارف ان هو سبب كبير قوي من اللي ابنه بيحصل له. لو حد قريب منه لازم يوعيه عشان بس صعب قوي على اي اب او اي ام انها تبقى ابنها مريض بالسرطان وهي مدخنه او هو مدخن وتكتشف انه، او تبقى حاسه انه جزء كبير جدا من السبب ده هي او هو. يعني فاحنا بنوعيهم بنقول لهم ان انتوا السبب، فمش انتوا سبب، انه نسبه كبيره من اللي حصل كده، فانتوا لو عايزين تبطلوا مصلحه ابنكم عشان يخف بسرعه ما يحصلوش كده تاني، او لحد تاني اخوه الصغير واخوه الكبير، فده بتبقى حاجه كويسه. اما اظن الموضوع بيأثر فيهم جامد قوي فبيقرروا يبطلوا، ان هي
بتبقى صعبه قوي ان الطفل عنده سرطان والكيمو والحاجات دي. التدخين له علاقه طبعا بالستريس، يعني انا بحس ان اغلب الناس اللي بيدخنوا كتير جدا بيقولوا علشان احنا متضايقين، عشان الضغوط، عشان الشغل، علشان مش عارفه ايه، عليا اقساط عليا. فهل في علاقه ما بين الاثنين ما بينهم وبين بعض؟ هو في علاقه، يعني السجاير فيها نيكوتين، والنيكوتين اصلا ماده طبيعيه الجسم بيفرزها، انت بتبتدي تاخدها من بره، فالجسم بيقلل افرازها. ونيكوتين اوريدي موجود في المخ وليه مستقبلات، يعني هو فعلا بيعمل حاجه. يعني ما ينفعش لما نروح نكلم واحد نقول له بطل سجاير دي ملهاش لازمه او ما بتعملش حاجه، لا هي بتعمل، لازم نبقى فاهمين كويس انها بتعمل. وان هي عشان نبدا نسحبها من الجسم دي بتحتاج وقت، وان هي فيها فعلا ليها اعراض انسحاب، هتصدع زي الشاي وزي القهوه، هتحس انك مش مركز، كل ده فعلا حقيقه. بس احنا بنقول له ابتدي اشغل نفسك، ايدك دي مثلا متعوده ان هي فيها سجاره، العب رياضه، اشرب ميه كتير، اشرب عصير. اهم حاجه انت قلتي حاجه مهمه جدا، انه في بعض الناس المدخنين بيدخنوا عشان يتعودوا على مسكه السيجاره في يعني ممكن يقول لك انا اصلا تعبان وطعمها ما بقاش عاجبني ومعيش فلوس اجيبها، بس مش امسك ايه في ايدي. بالظبط، هي عاده سيئه يعني زي كل العادات، بس هي طبعا ضررها كبير جدا. مين معاكم في المبادره؟ يعني هل انتوا مثلا حاولتوا تجمعوا ناس تاني بره مثلا صيدله وبره مستشفى 57 357؟ يعني هل قررتوا ان انتوا مثلا تفتحوا شويه المبادره تدخلوا ناس اكتر؟ احنا قررنا ان احنا نفتحها، بس احنا جات لنا فتره امتحانات، فاحنا ان شاء الله بعد ما هنخلص هنحاول نوسع الحمله بتاعتنا وتوصل لكل حته في مصر ان شاء الله. رحتوا محافظات؟ لفيتوا محافظات ولا لسه؟ ما حصلش لسه، بس احنا يعني عملنا بيج على الفيسبوك وكلمنا قرايبنا، كل اللي يعرف اصحابه او قرايبه بره مصر، وكلهم ابتدوا يدعموا الحمله من بره ويقدروا ينشروها على قد ما يقدروا. بتحلموا بايه سلمى ولينا الفتره اللي جايه؟ انا بحلم ان المجتمع يقلل عدد شرب السجاير، نسبه السجاير اللي عندنا تقل، الناس تاخد حذرها، والناس بتبطل، يعني الناس بطل تدمر نفسها بنفسها، وفي الاخر تتضايق على اخر عمرها تقول لك مش عارفين كده يا سلمى، بيجوا على اخر الوقت باخر السنين بعد ما فتره يقول انا ايه اللي خلاني اشرب من الاول، انا اللي عملت كده في نفسي. فاحنا عايزين نقلل النسبه دي على قد ما نقدر، ونوعي الناس، او حتى لو انت عايز تشرب قللها، عارف اضرارها، عارف كل حاجه، عارف انت هتعمل ايه في نفسك، بس على الاقل ما تحاولش تاذي حد تاني غيرك. وعايزين برضو نطالب انه يتم تفعيل شويه بعض القوانين اللي تقنن تدخين السجاير في الاماكن العامه، مش العامه المفتوحه، يعني مش في الجناين وكده، ولكن في المباني وفي المواصلات العامه، وفي يعني يبقى فعلا في قوانين رادعه علشان نبتدي نحس شويه بالموضوع. صح، لازم نقنن الموضوع. حمله اشعال ذاتي لمحاربه كل انواع التدخين، سلمى محمد ماهر ولينا حسن العدلي، بجد نورتوني النهارده، وبتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله جود لك في الامتحانات، وبعد الامتحانات بقى تبتدوا ايه تعملوا حمله المحافظات كلها ان شاء الله. بشكركم جدا، شكرا. انا نطلع على الفاصل ونرجع تاني نستكمل.